أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، سبحانه من إله عظيم رحيم، إذا وعد بالخير وفى، وإذا توعد بالشر عفى. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وهادينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات، وأذكركم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله معاشر الإخوة، فقد حسن ربنا عز وجل ووصانا بهذا في كتابه، فقال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، وصية من ربنا عز وجل إلى وفده بعد أن قضوا مناسككم. هذه الوصية تشتمل على أفضل عمل يقوم به المرء، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، مريضا أو صحيحا، ألا وهي قول ربنا عز وجل كما في سورة البقرة آية 199 و200 و201: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصى ربنا عز وجل وفده بعد أن أدوا مناسكهم، بعد أن استلموا شهادة المغفرة كما قال ربنا عز وجل لملائكته بعد أن باها بعباده الملائكة قائلا لهم: يا ملائكتي انظروا هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويبغون جنتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. بعد أن تسلموا هذه الشهادة الغالية من الرحيم الكريم سبحانه، يوصيهم ربنا عز وجل بأن لا يغفلوا عن ذكره، فيقول الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. بعد أن طهرهم الله وغفر لهم ذنوبهم، يأمرهم سبحانه وتعالى بذكره وعدم الغفلة عن ذكره عز وجل. وبريز الله سبحانه وتعالى أن نسند أور بيس أند بلسنج أبون أور بلاط برفيق محمد صلى الله عليه وسلم. مي أسك الله سبحانه وتعالى تو بلس أور جادري، أند مي أسك الله سبحانه وتعالى تو فورجيف أول أوف أس اللهم آمين إن ذيس داي. مي ديرست أند سبيس سيرفنت أفتر ذي فينيش أول ذا مناسك أوف الحج وذ وان ثينج. Allah Ta'ala ordered them with one order. Can you believe it? Those people
just being purified. Allah subhanahu wa ta'ala purified them. He just clean people. Allah ta'ala forgive them all. Allah subhanahu wa ta'ala erase all their sins. And Allah ta'ala given them an order. What is the order? Is to remember Allah subhanahu wa ta'ala. To mention the name of Allah often. Allah ta'ala said, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ after you have done your nusuk, فَاذْكُرُوا اللَّهِ. They mention Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Allah azza wa jal. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. As you remember your parents. And more than that. My brothers, when you read this, فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And when you read, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. We just put it in our mind that one time I will say subhanallah or alhamdulillah and done. And that is who Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal created the angels. And these angels have only one mission. To praise Allah Azza wa Jal. To remember Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحِ كَمَا يُلْهَمُ أَحَدُكُمُ النَّفَسِ. We breathe normally with nothing, no hardship with that, no harm having to us when we breathe. The angels making tasbih to Allah very normal and very easy way. After that, they will say, oh our Lord, we didn't worship you the way you deserve. وعزتك وجلالك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. وهم وصفهم الله تعالى فقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله تعالى mentioned about the angels. They praise Allah تعالى and they remember Allah عز وجل mention his name day and night without getting tired and getting bored. لا يفترون. And after that they will say, oh our Lord, we didn't worship you the way you deserve. So when we hear the order of Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. ذِكْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا too much. Oh you who believe, remember Allah ta'ala much. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. And when you say to yourself, Alhamdulillah, I said Alhamdulillah, I said Subhanallah. Compare to yourself, you are the one who have sin, and how many how much you mention the name of Allah. Compare that to the angels, they never had any sin. They praise Allah day and night, non-stop. And after all that, they will say, oh our Lord, we never worship you the way you deserve. And for us, when we hear the order of Allah, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه, glorify your Lord early and night, بكرة وأصيلا. And if you remember in the daytime to say a couple of times Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, or La hawla wa la quwwata illa billah, you will feel good about yourself. Yeah, you have to feel good, Alhamdulillah, this is good. Better than nothing. But Allah Ta'ala ordered you. And He mentioned to us, when you remember Allah, Allah Ta'ala will remember you. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. For that Al-Hasan Al-Basri رضي الله عنه وارضاه. Al-Hasan Al-Basri, one day he was sitting with some of Sahaba and he said, I swear by Allah, I know when Allah Ta'ala will remember me. I know when Allah Ta'ala will mention my name. Sahaba looked
قالت him what your word from where you got that he said from the Quran his companion told him where the Quran whenever read that Allah mentioned Hassan al-Basri he said no he didn't mention me by my name but he mentioned the character if anyone do it he would be mentioned he said what that he said قول الله تعالى when Allah said فاذكروني أذكركم so when you mention Allah on earth Allah will mention you in the heavens so this is the first one and is very important how much how often you mention the name of Allah نبي الله موسى عليه السلام one day he said oh my Lord I'm asking you to teach me one dhikr just for me. No one else can say it. So Allah subhanahu wa ta'ala said to Musa, Ya Musa, say la ilaha illallah. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Haqqad wa sukkan wa yaqeen. So Musa alayhi salam, he said, oh my Lord, that everyone from the believers saying La ilaha illallah, I need special dua for me, special dhikr for me. So Allah Ta'ala said to Musa, Ya Musa, say La ilaha illallah. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَاضِينِ السَّبْعِ فِي كَفَّةِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كَفَّةِ لَرَاجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مفتاح الجنة How often we repeat لا إله إلا الله How often you remember Allah سبحانه وتعالى You have to keep this connection with your God الحمد لله أذكار الأحوال We have أذكار الأحوال When you put your clothes you have dhikr When you ride your car you have dhikr When you get into your house you have dhikr When you get out of your house you have dhikr Before eating have dhikr After eating you have dhikr Even when you go to washroom have dhikr After washroom We are connecting ourselves all the time with Allah subhanahu wa ta'ala. Not only sitting in the masjid or in the room, subhanallah, 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 yeah, it's good. But in other hand, in practical way, in every action you will do it, there is zikr before or after. We have to keep this often. It's important to us. والنقطة الثانية هي نحن بفضل الله تعالى قادمون على فصل الصيف وهذه أيام مباركة لا ينبغي أن تضيع من بين أيدينا وواجب على كل أسرة أن يحافظوا على هذه الأجازة وأن يستغلوها لأولادهم أفضل استغلال سواء بالتعليم في أمور الشرع في المسجد هنا أو عبر الإنترنت أو عبر أي وسيلة المهم أن تستغل هذه الأجازة في تعليم أولادك وربطهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وأنا أقول لكل من يعلم أولاده عبر وسائل التعليم المختلفة على الإنترنت هذا جيد وحافظ عليه ولا يعني تفرط فيه لكن ضف إلى هذا أن يرتبط الأبناء بهذا المسجد أنا عاوز الأولاد اللي عايشين في السوق الثمالي كلهم علاقة بالمسجد خليك معاهم في الحلقات اللي على الإنترنت هذا جيد وبارك الله فيك وحفظك الله لكن الأهم من هذا كله لما الأولاد يجتمعوا مع بعض تنشأ بينهم علاقة وصحبة ويتذاكروا فيما بعد كنا نحفظ القرآن الكريم ونتعلم اللغة العربية في المسجد فارتبط المسجد بكل ما هو نافع لهم ونحن للأسف الشديد عندنا عقدة شديدة جدا ايه هي العقدة دي عقدة ان القرآن الكريم هيعطل الولد على الدراسة والله ما وجدنا تفوقا ولا نجاحا ولا صعود الى الدرجات العليا الا بفضل كتاب الله سبحانه وتعالى والإمام الغزالي حكى موقف هو حاصل الان حاصل في حياتنا حاصل قال في يوم من الايام جاءني رجل وقال يا شيخ والله ربنا يعني اختبرنا باختبار ولا بد ان نصبر قال خير ان شاء الله
قال والله ابني بدا يفقد بصره، وهو الولد كان في المدرسه العامه ففقد، العلماء قالوا انه هيفقد بصره فلا بد ان ادخله الازهر. قالوا ليه يعني الازهر دي ما الازهر؟ قالوا خلاص يعني هيبقى كيف ملوش مجال انه يروح يحفظ شويه قران ويبقى شيخ. قال هو الازهر يعني يخشوش الى المترديه والنطيحه وماكل السبع، يعني جماعة الوجعين العور والعمي والعبد اللي يخشوا الازهر؟ احنا عايزين ناس مفتاحه، ناس دماغها شغاله، عايزين يا اما تطلع يا اما فهم الدنيا فهم الوضع مش واحد. وهذا فضل وشرف من الله ان يكون كفيف هذا، يعني يكفيه فخرا ان الله سوف يبدله بهاتين الحبيبتين اللتان افتقدهما وصبر عليهما، ان الله سبحانه وتعالى سيعوضه عنهما جن. لكن المعنى خذوا بس ماذا صنع الرجل؟ هذا الرجل ماذا قال الشيخ الغزالي محمد الغزالي رحمه الله؟ قال لا والله هو الولد اصبح يصبح كفيف، ما له علم اللي يروح يتعلم في الازهر يتعلم مش القران. راح الولد تعلم القران الكريم وبدا يتعلم في الازهر. فجاء قريب لهذا الرجل وقال له يا شيخ يا فلان انت ليه ما تاخدش ابنك على المانيا عندهم طب متقدم ويمكن ربنا يسهل وترجع عيونه له. سافر الولد الى المانيا عافاه الله ورد اليه بصره. فلما عاد ابو جلال طلع من الازهر يرد المدرسه العامه ثاني. وكان الازهر وكان علم الدين وكان علم الشرع اقتصر على اصحاب العهد، ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا احنا مع الله سبحانه وتعالى، ما عندكش شغل ما عندكش حاجه او الجامعة كريم منها مشغول ومطحون وكده مش فاضي هعمل ايه؟ يعني وانت ما بتعرفش ربنا وقت المصايب. ماذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عباس وهو غلام؟ يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله فين؟ في الرخاء. الدنيا مزهزه ومعاك فلوس تعال المسجد وصلي وكون كويس ومفتكر حق المساكين في الصدقه. طب الدنيا قفشت عليك ربنا مش هينساك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك الشيء. انما وقت من الدنيا مبحبحه احنا فاضيين يا عمي، وشك قاعد مش وراس حاجه، ويوسف قاعد مش وراه حاجه، والاحسن قاعد مش يا عم انت جاي تصلي لمين بالظبط؟ تعرف الله فين؟ ده كلام من كلام مالك مجيب يعني ولا كلام سيد لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام حلو في النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشد. فالشاهد النقطه الثانيه اللي اكد عليها يا اخوه ونحن قادمون على فصل الصيف اناشدكم جميعا الا نحرم ابناءنا من التعلم في هذا النصف. خليهم كما هم على البرامج التي هم عليها، لكن نريد ان ينشا ابناءنا في هذا المسجد في هذا المحضن. ورحم الله من قال في وصف ابناء المسلمين وافادتهم من المسجد، قال لا يصنع الابطال الا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. اللي مش قادر يقوم يصلي ولا يروح المسجد بده يروح يحرر فلسطين؟ بده يروح يحرر القدس؟ احنا اولادنا ايش ماذا يعرفون عن القدس والمسجد الاقصى؟ طب ايه دور دورك يا ربطهم بهذه الثوابت الدينية والمعتقدات ثالث الحرم ومصر حبيبك صلى الله عليه وسلم وأول قبلة مغتصب. أولادنا لا يعرفون شيء. فهذا واجبنا أو كما قال إذا الله أنتم مقبل بها. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وعلى كل من اقتفى اثره واتبع له الى الدين امره. My dearest and respected brothers, the second point in this khutbah is Alhamdulillah, we are receiving the summer break. And what is your plan for your kids in summer break? I know, mashallah, many of you
already registered their kids to learn online. And this is such awesome, beautiful. May Allah bless you. Keep doing it. In the other hand, I would like to just let you know, the most important for our kids to learn in the same level, we need them to be attached to the masjid. We need them to know one another here in the masjid. We need to build connection between them and the masjid here in our city, Susan Timal. The sheikh teaching them in Pakistan, in Egypt, in whatever, will not have any physical attachment with him. But the one here living with them, breathing with them, eating with them, have fun with them, they will have connection with them. And when they have the beers, coming together, the classmates here in the masjid, when they grow up, will have such an awesome memory. We used to go to the masjid, we learn Quran together with so and so. So as much as we are careful about teaching our kids Quran, we must also send them to the masjid to let them grow up in the masajid. In the masajid, it's very important to let them have connection with the masjid. Alhamdulillah Rabbil Alameen, when they come to the masjid, they will find everything they are looking for. There is education, there is food, there is fun, everything they are looking for will be provided for them. Our goal, you and I, we need to drag them to the masjid. Please. Yes, JazakAllah khair. You teaching them somewhere else. Yes, it's good. Keep it. But at the same time, who will make i'mar for this masjid? And who will be coming to the masjid after we go if we don't let them have connection with the masjid? It's important for us. Our duty is we need our kids to come often to the masjid so they will have connection with it. As much as we care about how much they will memorize, we have to be careful also about how often they come to the masjid. We don't need them to be all of them mashayikh. If they know how to read in the proper way, we are very successful. If they memorize, there's a cherry on the cake, like what we say. But at least, let the kids come to the masjid, has connection with the masjid. Very important. When they grow up, they will see the bears from Arab, from non-Arabs, all of them come to the masjid, same food they are sharing, they have fun together, they grow up together, will not have this irritation, he's not my country. When they go to public school, they're sitting with different culture, different nationality, different background. But they have connection. Why? Because all of them are students in one class, in one curriculum. There is no curriculum for the Muslim kids and curriculum for non-Muslim kids. All of them the same. So we need this happen here. Our kids come together, no different. No. My father, he put me in the sheikh in such and such. Yes, good, keep it. But where is the father living, son? Oh, yeah. Really? In Sainte Marie? Oh, what is Sainte Marie, this one? Is this in different planets? Or you mean that Sainte Marie, our city, you are living in? So how come you are attached to one overseas? Thousands of miles between you and him. And the masjid next door, you are not coming to the masjid. Which man said that? So please, let us take the opportunity of this summer break and push our kids. Tell them, if you go to the masjid, I have prize for you. From your side, from the masjid side, inshallah ta'ala, will make this masjid full of our students, full of our kids. They are the future for this ummah. Again,
as much as we are care about how much you learn and know from the Quran and Islamic studies, in the same hand, we have to let them have a connection with the masjid. It's very important. With the local masjid. In the Eid, mashallah, we saw many people, many kids, who never saw them in the masjid. They are not travelers. Now they are resident of Saint Mary. My duty and your duty. Let the kids come to the masjid. May Allah bless your families. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us jannah wa firdaus Allahu Amin. Allahumma afir dhunubana. Allahumma afir dhunubana. Allahumma ash'a maradana. Allahumma taghfirna wa taghfir 'anna. Allahumma inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا غفرت لنا ورحمت لنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كفارا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. الفلاح أقامت الصلاة، أقامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.